السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أود المغرب. حلقتنا اليوم سيدنا الكرام غادي نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واحد الراجل سميته الحسن، كان حاضر من مدينة سطات. هذا الحسن هذا يعني العائلة ديالو هو بالأحرى يعني فقير، ما عندوش بلاد، ما عندوش شكوري ديال البهائم، ما عندوش الله غالب، عنده غير بنت هي الكبيره. هاد البنت الكبيره اللي عنده سميتها هذيك اسراء، وفي عمرها شي 20 عام بحال هكاك. كانت مقاطعات على الدراسه هذه شحال من عام، وبقات مراها غير في دارهم. جاوا الخطاب وهي في سن 17 عام، ولكن للاسف الشديد ما توافقوش على الزواج وبقات مريحه في دار باها. هنا السي الحسن هو ومراته كانوا عايشين بخير، يعني ما عندهمش ما خاصهمش، ولكن السي الحسن في الاونه الاخيره عيا مرض، لم بواحد المرض اللي هو خايب الله يستر، وشد الفراش. هنا بنته بغات تعاونو وتقدم ليه مساعدة، كيما الزوجة ديالو تاهي خرجات كتخدم تما في الدوار، الناس تخدم هنا وتجيب ديك البركة اللي عطا الله. بنته قالوا ليها شي ناس، يعني قالوا الأم ديالها، قال لها علاش بنتك دابا كبيرة الحمد لله وكذا تهبط للمدينة وتخدم. قالوا لها فاش تخدم، راه خاصها شي ديبلوم شي قرايه شي كذا، وهي ما كتعرف دير حتى شي حاجه، كتعرف دير غير الشقه ديال الدار. قالوا لها تخدم في الشقه ديال الدار، تخدم كعامله منزليه مزيان، ولكن عاد من بقاو كيقلبوا حتى لقاو واحد الناس. هاد الناس عندهم واحد الفيلا في مدينه الدار البيضاء، عندهم فيلا، المهم توافقوا معها. جات هذيك اسراء مع الام ديالها عندهم، لان الاب كما قلنا شاد فراش مريح في الدار. تفاهمات مع مولين الفيلا كاين راجل ومراته وعندهم جوج ولاد وواحد البنت تكون قد هذيك اسراء نيت. المهم الراجل مع المراه مولين الفيلا يعني ناس دراوش على حساب ما شافت هذيك الام ديال اسراء. المهم تافقوا على الثمن، تافقوا على كل شيء، مشات بحالاتها. خدمات هذيك اسراء الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، على خير وبخير. كانت زامنات هاد الفتره فاش خدامه بواحد المناسبه دينيه. جات هذيك اسراء الفيلاج عند والديها، دوروا مع صحاب الفيلا، سولت امها كيفاش كيعاملوك، سول هذاك باباها اللي شاد الفلاش كيفاش كيعاملوك بنتي، ياك ما كتعايرك هذيك مول الدار، ياك ما كيخاصم عليك مول الدار كذا، كتلقاي شي مضايقات. قالت لهم لا، غير كونوا هانين من الجانب، موالين الدار لا عمرها دار، وولادهم يعني بخير، عطيني بيتي نسكن فيه، مهلين فيا، يعني على احسن ما يرام. المهم فرح الوالدين، على الاقل الناس دراوش كيخاف الله. رجعت من بعد هذه المناسبة، رجعت عند هذوك الناس خدامة اليوم غدا اليوم غدا. واحد النهار هذيك المرأة يعني مولات الفيلا يعني مع راجلها، اتصل بماماها بالأم ديال إسراء، قالت لها واش إسراء ما جاتش عندك؟ قالت لها لا بلا ما جاتش، وراه نورمال مخدامة عندكم. قالت لها لا، أنا هادشي علاش سولتك؟ قالت لها حيتاش حنا راه سخرناه مع جوي 10 ديال الصباح، سنينا ودابا هي كتعيط راه جوي 4 ندير العشيه، راه ما بانتش لي، راه ما كايناش، راه ما خلى ولادي فين قلبوا عليها، والراجل حتى هو يخرج قلب عليها. انا مشيت سولت هنا وهنا وهنا. تخلعات المراه، لبسات على حوايجها وهبطات على المدينه. تلاقات بها قالت لها شوشتيني بنتي راه ما جاتش. قالت لي هذا الشيء اللي كاين، انا راني ملي عيط لك راني تقلبت حتى جيت، انا وولادي وراجلي وكذا، وسولنا الدرب وسولنا ما عرفت شنو والو، راه اسراء بنتك انا قلت راه تكون مشات. تخلقات وقعت لها شي حاجه، شدات الكار ومشات عندك. هادشي اللي كاين، لا ما جات عندي لا والو، بنتي فين مشات ما فين مشات، بقات كتغوز ديك المراه تم، هدلها مول الفيلا قال لها شوف لاله بنتك حنا غادي نلقاوها غير كوني هانيه وكذا. خرجوا كيقلبوا هنا والو. صافي الوقت داز تقريبا، راه وصل شي 9 تاع الليل والبنت ما بانتش. اشنو داروا اولا، اشنو دار هذاك مول الفيلا؟ مول الفيلا قال لهم هاد الاختفاء هذا راه ماشي طبيعي، خاصنا نعلموا البوليس. مشى مع المراه يعني مراته ومع الام ديال الخدامه ديالو اللي هي ديك اسراء، مشاو للبوليس الدائره الامنيه، كيعرفوا منين هذاك مول الفيلا. اهلا سي فلان كي داير بخير؟ قال لي سيدي راه خدامه عندي واحد السيده في عمرها 20 عام، خدامة عندي شحال من شهر تقريبا، راه واحد 5 شهور بحال هكاك، عمري شفنا منها شي حاجة خايبة، والدي أنا دراوش وهي درويشة، ولكن راه اليوم راه خرجات سخراتها مولا الدار للحانوت البقالة اللي حدانا، مع جوي هاديك 10 لارو بحال هكاك على حساب ما قالت لي مراتي،
سناتها تجي تجيب الصخرة وتجي، ما جاتش. خرجت تبعتها سولات مول الحانوت، قال لها تقدات قدا وقدا ورا مشات، نفس التقدية اللي وصلت عليها ورا مشات، فين شفتيها ومشات كذا كذا، والو ما شفتها ما والو، هذا مول الحانوت كيهضر. من تما حنا كنقلبوا عليها، اتصلنا بامها واش مشات عندك كذا، والو. صافي هذاك الضابط تاع الامن اللي كاين تما دار اشنو خاصو يدير، دار بحث لفئه عائله، طبيعه الحال بالحضور تاع الام ديالها هي اللي دارت هذا المحضر هذا، وقعت عليه. قالوا ليه شنو كانت لابسه اخر مره، شحال في عمرها، زودوها بنسخه ديال البطاقه الوطنيه الدائره الامنيه، جميع المعلومات عليها. سول هذاك الضابط في المخافر تاع الشرطه واش تشدات البنت، يعني شدوها البوليس مثلا، كانوا دايزين شافوها كدير شي حاجه، اولا ضربات ماشي واحد وداو مثلا، تقتلات مثلا، هزات لومبيلونس ديال السبيطار، اي حاجه وارده في هذا الصدد هذا. صافي هنايا الضابط ما لقى حتى شي حاجه من هذا الجانب هذا، اشنو دار؟ قال لهم صافي غير سيروا كونوا هانيين، الا كانت شي حاجه حنا غادي نعلموكم. المهم مشاو ورجعوا في حالتهم. هذيك المرأة الأم ديال إسراء بات معاهم هذيك الليلة في الفيلا، تشوشات على بنتها قال بصح. صافي هنايا الغد ليه، الغد ليه أشنو لقاو البوليس، أولا واحد الإخبارية جات البوليس. دابا هاد الحي اللي فيه هاد الفيلات هادو فين خدامة إسراء وراها مكاين غير الخلا، دابا حي داير كامل الفيلات ونفاس مع واحد السكن اللي هو متوسط، واحد الشنطة كبيرة وسط منهم، ولكن اللور تاع الفيلات كاين غير الخلا. فهاديك اللور تاع الفيلات فين كاين الخلا القاو واحد الجثة تاع واحد السيدة أولا بنت باقا غير شابة، القاو شي ناس تمايا. هذوك الناس اللي لقاوها يعني ماشي من السكان تاع الفيلا تما، غير دايزين من تما صدفة وشافوها، علموا الناس تما، جاو ما جاو، جاو الناس اللي ساكنين في الفيلات شي وحدين كيعرفوها، عرفوها هذه الخدامة تاع الحاج فلان فلاني، لا الناس عرفها تما ولا كلشي كيعرفها. صافي جاو علموا الحاج، طابي الحال البوليس خداو خبر وجاو. صافي هزوها وداو المستودع البلدي الأموات، كيما قلنا صافي راه تعرفات، راه هي هاديك إسراء تقتلات، وبينما مضروبة ما مطعونة ما ديش حاجة، وإنما بينها مخنوقة من المعاينة الأولية اللي دارو البوليس، من اللي جات فرقة مسرح الجريمة والشرطة القضائية وداكشي، عرفوها بأن أولا هاديك راه ماشي مسرح جريمة، تقتلات ولد أوتر مات تمايا، والبنت مخنوقة، هادي من خلال المعاينة الأولية. داو المستودع بهذه الاموات، الطبيب الشرعي غادي يقول الكلمه ديالو. هنايا دابا البوليس راه عندهم حاله قتل، ما عندهمش اختفاء عادي، خاصهم يكتفوا الابحاث ديالهم الشرط القضائي ديال البوليس. هنايا الام غادي يبداو معاها في التحقيقات مول الدار ومراتو مول الحانوت، على اعتبار انه اخر واحد جات عندو هاد الضحيه ديال الله يرحمها، مول الدار مع المراه قالوا نفس الهضره اللي قالوها في البحث اللي فات عائله. حنا هاد البنت سيدي خدامة عندنا شحال من شهر، ما عمرنا شفنا عليها شي حاجة خايبة، أولا دارت ليا شي حاجة خايبة كتخلينا نخاصمو عليها. سخرنا مول الحانوت، من ورا ما سخرنا ما جاتش، هادشي علاش خلانا نمشيو نقلبو، قلبنا قلبنا ما بانش لينا، عيطنا على امها، جينا علمناكم هادشي اللي كاين. الأم ديالها قالت لي ما سيدي ما جات عندي ما والو، وهي ما عمرت شكات لي منهم، ما عمرت شكات لي لا من الحاج لا من مراته لا من ولادهم لا من حتى شي حاجة، كتقول لينا هادوك الناس الله عمرها دار. مول الحانوت مشاو عندو البوليس، قول لي انت بعدا انت اخر واحد من خلال التحريه جات عندك الضحيه الله يرحمها اسراء. قال لي وانا ما عارف واش اخر واحد ولا، المهم في التوقيت تاع 10 الله ربع المكاك 10 بحكاك جات عندي، جات عندي وقالت لي عطيني قدا وقدا وقدا، هي نفس التقضيه اللي سخرات مول الدار هاد اسراء باش تجيبها ومشات. وانت ما عندك في هاد المحل هذا لا كاميرا لا والو، نشوفو هاد البنت هادي تلقات لها شي طوموبيل خطفوها، تعرض لها شفار شي حاجه. قال لي لا سيدي لا، انا ما داير لا كاميرا لا والو، وان شاء الله من القدام نقدر نديرها. صافي دوروا عينيهم، هضروا مع داك البقال كما قلنا مزيان والو، هذاك البقال كان خدام غير راسهم مع شي واحد. صافي مشاو مشاو حالاتهم، اصلا البوليس قالوا لي موالين الدار بان البقال هذا كنت تعاملوا معاه شحال من عام، انسان مزيان ولا عمره دار، كان في هذاك العمر ديال 35 بحال هكا 36 عام، مزيان الله عمره دار. تبقاو كيقلبو شوفو ولاد الحي، ولكن للاسف الشديد الحي تاع الفيلات راكم عارفينو ما كيوقفوش فيه الناس بزاف، يعني الشباب وداكشي كل واحد كيقضي غراضو، ما لقاوش شكون يسولو. العساسه ما كاين حتى شي عساس تم قريب تما في ديك الكارتي، ما كاين حتى شي عساس، العساس القريب بعيد منهم بزاف وما غيكون شاف حتى شي حاجه. ايوا شنو اخر دابا البوليس شنو قالو؟ قالو هاد البنت هادي غيكون تحرش بها شي واحد من ولاد الحاج مثلا، ولادو شباب. ايوا خاصنا نشوفو الجانب، ولكن قبل ما نشوفو الجانب
نشوفوا الطبيب الشرعي شنو غيقول. كاين طبيب شرعي ودي راه معتدى عليها، معتدى عليها ومخنوقة، مخنوقة. هذا اللي اعتدى عليها هو نفسه اللي قتلها، يعني خنقها اللي حتى ماتت. معايش قتلات السي الطبيب، قال لي واش نقول لكم معايش قتلات. شي النهار اللي اختفت فيه، اختفت فيه، بدات تقلب على مول الدار وكذا، مع جوي هذيك 11 بحال ما هكاك، 11 ونص 12، ما بين 11 12 يعني بنهار. ايوا ما يمكنش ملي خرجات مع البقال او اللي فاتت مول الحانوت تلقاها ولا شفار خطفوها مثلا، شي حاجه غريبه، شي حاجه ما واضحاش. هنا نرجعوا كما قلنا للشباب ولاد الحاج، سولوا امها بعدا واش بنتك الله يرحمها عمر شكات لك من ولاد الحاج انهم كيضايقوها، كيتحرشوا بها، كيتبسلوا عليها، كيلمحوا عليها شي حاجه؟ لا ابدا، كذوب على الله، لا ما عمرها قالت لي شي حاجه. قالت لي بالعكس هذوك ولاد الناس وضايفين والله عمرها دار ويعاونوني وقدموا لي المساعده وكذا كذا، ما عمرني شفت منهم شي حاجه خايبه. صافي ني الحاج سولو قالوا لي واش ولادك ما يكونوش زعما شي هما اللي اعتداو على البنت وقتلوها؟ قال لي لا ابدا، ولادي بابين وكذا كذا، لا ما يمكنش هادشي هذا، ما نقبلوش هنايا. سولوا الام كذلك مثال، سولوا الاولاد، عيطوا عليهم كل واحد بوحدو، شنو علاقتكم بالخدامه؟ بجوج بهم كانوا شباب هما كيما قلنا، قالوا تقريبا نفس الهضره، هذيك الخدامه الله يرحمها كانت مزيانه، اسراء الله عمرها دار انسانك، تخذي الغرضات، تصب لنا حوايجنا، تصاوب لنا بيوتنا كذا، ندورو معاها مره مره ملي تكون غادا غادا لدارهم ولا شي حاجه، كطلب لنا شي حاجه كنعطيو عليها في اطار المساعده، وهي السيده بحال ختنا. صافي حتى شي حاجه اخرى ما بيننا وبينهاش. اشوفو كان ياك ما نتوما اللي بانت لكم البنت باقا صغيره وزوينه وكذا وباركه عندكم هنايا، قلتو هذه ضعيفه وما عندها شي واحد يدافع عليها، نديرو فيها ما بغينا. لا 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 الشيف، لا ما نديروش هاد الفعل هادو، حنايا مربيين وكذا كذا، لا ما يمكنش لينا. هنا كما قلنا هي البنت طلقات معتدى عليها، لهذا البوليس ارتأوا انهم ياخذوا واحد العينه من لا دي ان تاع الشباب ويقارنوها مع العينه اللي طلقات عند الضحيه اسراء الله يرحمها، لان الطبيب الشرعي كان خدا واحد العينه. ولكن للاسف الشديد من وراء واحد المده معينه خرجت النتيجه تاع الخبره، طلعت نتيجه ماشي هي هذيك، يعني ماشي هما رجل الشباب، يعني ماشي هما اللي اعتداو على البنت. يوم اللي بانت البراءة ديالهم هما اصلا كانوا سولوهم هاد الوقيتة هادي فين كنتو، وهاد الوقيتة هادي كانوا في الدراسة ديالهم، كانوا كيقراو في الجامعة بجوج بيهم، كانوا في الدراسة ومشاو وبحثو وعرفوهم اصلا هما كانوا كيقراو في هذيك الجامعة، جامعة ماشي يعني جامعة حرة، دار استقرار مفتوح، جامعة خاصة، يعني داكشي مطبوق داخل داخل خارج خارج. عرفوه بانهم او لا عرفوهم بانهم هذيك الفتره كانوا داخل الفصل الدراسي، يعني ما كانوش اصلا في مسرح الجريمه، واخا باقي ما عارفينش اصلا فين هو هذا مسرح الجريمه. صافي هنايا شنو يديروا البوليس؟ بقاو كيتقساو وتحراو وتقساو وتحراو وقلبوا هنا هنا هنا، ومن وراء هاد التحريات هذه كامله فين غادي يمشيو؟ غادي يمشيو على داك العساس اللي قريب للفيلات، هاد الحي تاع الفيلات كما قلنا كان اقرب عساس، كان بعيد عليهم بزاف، كيعرف هاد الحاج مول الفيلا وكيعرف هاد الخدامه وكيعرف هاد البقال ويعرف كلشي، ولكن هو يعني ما غيكونش شاف، يعني بعيد هذيك الفيلا اللي هو عاس عليها وكيدور وحده بعيده بزاف على البلاصه، لهذا البوليس في الاول ما فكروش انهم يمشيو عنده، ولكن قالوا ما كاين باس نمشيو نسولوه. يقدر يكون هو كيتقدم لهاد البقال، تلاقى صدفه شي نهار مع ديك البنت مثلا، مهم كلشي وارد. مشاو عنده سلام سلام، قالوا لي كتعرف البنت لقات مقتوله في هذا الحي اللي وراكم هنايا، فين ساكن الحاج فلاني اللي كانت خدامه عنده؟ قال لي اييه الله يودي ديك البنت اسراء كنعرفها، درويشه الله عمرها دار، مالها ياك ما كاين باس، علاش كتسولو؟ بغيت نسولوك واش كتعرفها كانت كتخرج مع شي واحد، كتمشي مع شي واحد، يعني شي واحد كان واكل دماغها كيديها وقت ما بغا ولا شي حاجه، المهم اي حاجه عاود لينا. وقال لي مش نقول لكم انا واحد القضيه وقعت قدامي، ما عرفتش واش تفيد لكم ولا لا، ودي اقول. قال لي واحد النهار كنت عند البقال، البقال نيت اللي مشات تقدم عنده هذيك اسراء الله يرحمها، كنت مشيت عندو باش نتقدى شي لعيبات انايا، ما كانوش مولين الدار، كانت الفيلا مسدوده وخاصه شي لعيبات باش نطيب، مشيت عندو خديت اللعيبات ديالي شي ميكله كذا، وانا موالف مره مره كنجمع معاه، بقيت واقف اللي احتاجات هي ديك اسراء نيت، سلمات عليه وقالت لي عطيني فلان كذا وكذا وكذا وكذا،
نورمالمون انا بقيت واقف معاه كنجمعو، غتاخد التقرير ديالو وغنمشي فحالاتها. هي البنت حسيت بها بحال محملاتنيش، انا واقف هنايا بغات نمشي فحالاتي، يا باقا باغي تشد معاها الهضره وتهضر معاها وكذا كذا. ونفس الشيء لاحظته على البقال، حتى هو بحال ولات هضرات ثقيله معايا وكذا. صافي انا فهمت البلان بانه اصلا عنده معايا ولا شي حاجه، راه باغي يدوي معاها. قلت ليه هو هذا الله يعاونك. صافي خلص وطالب الحال ومشيت فحالاتي. بقيت كنتسائل، واحد اللحظه وانا تلافت ملي مشيت بقيت مشيت شحال من متر وانا تلافت، مع هذيك تلافت غنتلافت لقيت البنت دخلات كنشوفها، اللي حتى دخلات عنده حل الباب ودخلات المحل. وانا نفهم قال بحال ما كنتو ما صافي ومشيت. ومن بعد بغيت نسولو شني علاقتك بهذيك الخدامه، ولكن ما جاتش الظروف وانا كنكون هنا بزاف وكذا، صافي نسيت اللي حتى وقعت هذه الجريمه هذه. والصراحه انا ما ربطتش هذه الاحداث اللي حتى سولتوني نتوما هنا. صافي اشنو غيديروا البوليس من ورا هاد المعطيات اللي وصلوا لها من هاد الاساس؟ مشاو عند البقال، مشاو فعل نيت، ودابا غادي يشوفوا مزيان داك المحل. المحل هذا في الاول ما لاحظوش مزيان لانه كانوا كيهضروا معاه عادي كاي بقال عادي كاي شخص يقدر يكون شاهد او شاف شي حاجه. دابا لا، دابا غتبدل لغه الخطاب. اول حاجه غيلاحظوا المحل، هذاك المحل على حسب ما قال العساس دخلات عنده، لهذا المحل خاصو يكون كبير. فعلا نيت المحل كيلقاو كبير كبير تبارك الله، وفيه واحد الدخله الاخر تاع المحل، في واحد الباب دخلاني كيدخل شي بلاصه اخرى، هذاك الباب سري كيبان الباب بحال هكا، ولكن تقدر او لا يقدر شي واحد يدخل ليه من تما. دخلوا البوليس قالوا ليه تقدر تخلينا نشوفوا شنو كاين تم. المهم طابي الحاله دخلوا، راه عندهم هما اصلا الانتان نيابه العامه. دخلوا مشاو فاتوا المحل فين سكين السلعه وداكشي، وصلوا لهذاك الباب حلوه ودخلوا كيلقاو بيت. البيت قالوا ليه ديالاش؟ قال لهم داك البيت غير كنرتاح فيه. مره بعد المرات ما كان كنقدرش نمشي للدار، كتكون الشتاء اولا كتكون الوقت داز ولا شي حاجه، كننعس غير فيه. والقايته ديال القيلوله كنضرب فيه واحد السويعه ولا شي حاجه كننعس، حتى كنحل المحل عاوتاني يعني جوي العصر ولا شي حاجه. هادشي اللي كاين. البيت فيه ناموسيه، فيه واحد التليفيه صغيره، فيه واحد الميدا، فيه بوطا، فيه مهم بحال بيت وصافي. دخلوا كيقلبوا بحال ما كان شنو غادي يلقاو. غيلقاو صنداله ويلقاو واحد الفولار، صنداله ديال البنات وفولار. قالوا لي هاد الصنداله وهاد الفولار ديال من انت؟ يا قلتي لينا انت ما مزوج، ما عندك اختك، ما عندك حتى شي واحد هنايا، ديال من هادشي هذا؟ وقال لي ما سمحوا لي صافي، راه مره راكم عارفين وصافي، راه واقيلا شي وحده نساتو. هادشي اللي كاين مزيان على حساب هضراتك، يعني شي وحده كانت عندك هنايا ونسات هادشي هذا، جيبها لينا. هاد ختن هادي جيبها لينا باش تقول لينا هاد الفولار والصنداله راه ديالي، الا مشينا معاك في نفس الهضره ديالك. اما هي البنت غتمشي حفيانه مثلا، راه ما يمكنش. نقدروا نقولوا الفولار ديالها تنساه عندها واحد اخر، ها هو الصنداله دخلات بها وتخرج حفيانة، ما يمكنش. قولش هذاك يدخل العقل، اعتقلوه في البلاصة وداوه هنايا. مشاو وراو هذيك الصندالة وهذاك الفولار وراوهم لمن الحاجة مولات الفيلا اللي كانت خدامة عندها إسراء، وبطبيعة الحال حتى الأم ديال إسراء الله يرحمها تعرفوا عليهم. هاد الصندالة وهاد الفولار ديال إسراء فعلا نيت. صافي هنا قالوا شوف عتعرف، وإلا أنت راه ما خارجش من هنايا من الكوميسارية إلا ما تعرفتي بكل شيء كبيرة في الصغيرة. صافي بقى كيدور في عينيه واتعرف. قال لي واش نقول لكم اسيدي، انا هو مول فعلا، كيفاش درتي ليها وعلاش اسيدي؟ هذيك اسراء انا ملي جات هنا خدمه المره الاولى عجبتني، وبقيت كندور بها طمعت بالزواج، هي بنت جايه من الباديه وكذا. قلت ليها غنزوج بيك وانا عازب وعندي المحل وخدام وعندي الدار والطاطاط، المهم بزاف تاع الهضره. الدريه اقتنعت بالهضره ديالو شويه بشويه، حتى ولا كيدخل تما للدار، كيدخل تما للحانوت عفوا هذاك البيت. اليوم غدا فيما كتسخر الحاجه اولا شي حاجه كتدخل تريح معها واحد القسمين ربع ساعه وكتجي كتقول لها فين التعطيله هذه. كتقول لها ودي راه غير تلاقيت مع شي بنت وبقايا داوين وكذا كذا، اولا كان زحام الحانوت شي حاجه. ما الفاليها انها على حساب الهضره ديال الحانوت انها كتدخل عندو تما. هذاك النهار اولا داك النهار المشؤوم اشنو وقع؟ المهم
بلا ما نوضحوا شي مسائل اخرى في الاخير، يعني دار تناقشوا وياها، ناقشوا وياها، تناقشوا تناقشوا تناقشوا. علاش تناقشوا؟ قالت لي امتى غتجي تخطبني؟ هادشي هذا طول بزاف، وانا ما نقدرش واحد يتزوج بيا، غادي نفضح. قال لي لا وانت زربانه وكذا، وانا باقي عليا، وانا باقي ما درتش هادي وما درتش هادي وكذا كذا، وانت باقي صغيره. قال لها الهضره هي ما حملاش هادشي، قالت لي شوف غادي نشوفك ونقول لها الحاج، ونقول لي انت كتعتدي عليا وتطمعتيني بالهضره. المهم زايدو في الهضره، ما عرفت كيفاش دوفرات ولا ما دفعات وما شنو، هو محمش راسو طار عليها خنقه 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 اللي حتى قتلها. قال لهم ما عقلت على راسي اللي حتى قتلتها، صافي هادشي اللي وقع. نوراها اشنو دار هذاك النهار؟ خلاها تم الجثه ديالها قعدت تما اللي حتى الغد ليه، اولا باقي الصباح ما بانش، تالي الليل يعني على مقربه من الصباح. هزها دبر على واحد الكروسه، غير كروسه عاديه، هو راه عنده كروسه ديال المحل كيهز فيها السلعه، دارها تم. من بعد ما دارها في واحد الملايه، وداها اللور تاع الحي تاع الفيلات، ورماها تما غير في الخلا، وحيد ديك الملايه وجاب الكروسه ورجع كأن شيء لم يكن. جاو الناس وجاو البوليس، يعني جات الحاجه وجاو جات الام ديالها وسولوه فين هي فلانة. قال لي ودي راه تقدات قدا وقدا ورمشات. هي فعلا نيت راه قالت لي انا باغا تقديها قدا وقدا، ولكن قال لها ريح واحد شويه عاد دي السخره ديالك. هادشي هو باش عاقل راه تقديها بالضبط شنو هي. ايوا الاحتبان بهاد الطريقه، لان الروح يزان الله مولاها يبان هذاك. لاحظوا اصلا هذيك الخادمه يعني دارت واحد خطا كبير، امنت لهاد خونا هذا، ومهم ما حافظاش على راسها الصراحه، كتدخل عندو كذا كذا، هو اللي باغي المعقول راه باغي المعقول، راه كل ما جوج كيمشي عند دار والديك كيخطبك منهم، ما كاين لها لها شي حاجه اخرى، راه غير تفليا شي حاجه اخرى، راه ما غيتزوج بك ما والو. ما عليناش، مور هاد الاعترافات ديالو تقدم العداله وتحكم بالمؤبد. هذه هي الحلقه ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.